10,000 دولار للطن، يعني الكيلو ب10 دولار، في سعر الصرف طبقا للبنك المركزي اضرب في 30 85 اظن. معقوله والله؟ يعني ده سعره؟ انا بكلم حضرتك على سعر طن البلح المجدول المصري بتاعنا. طب ما ده ثروه. شوف، مصر فعلا بتعتبر واحده من اكبر الدول في انتاج التمور على مستوى العالم، بتنتج تقريبا حوالي 1,800,000 طن. طيب، من بين الاصناف اللي بتنتجها مصر هو المجدول. اظن احنا بننتج نوعين مهمين جدا ومطلوبين في العالم، البرحي والمجدول، ده بخلاف الانواع اللي احنا كنا نعرفها بتاعت زمان. دي انواع جديده دخلت علينا من كذا سنه، يعني مش جديده قوي، بس خلاص اصبحت موجوده واصبح في اقبال على زراعتها وعلى الاستثمار فيها. الزراعه بقت بتتجه نحو زراعه 1,000,000 نخله من هذا الصنف، في رؤية انه هذا الصنف وتصديره يساهم في النمو الاقتصادي. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور عز الدين جدلة العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة. اهلا بيك يا دكتور عز. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير، ربنا يبارك فيك. المجدول ده مطلوب للدرجات دي يا دكتور؟ طبعا، لان هو ده بيسمى ملك التمور على مستوى العالم، فطبعا ده يمكن هو اغلى صنف من التمور، وهو دلوقتي اللي بتصدر العالم في التصدير، هو صنف دجل التمور التونسي والصنف البرحي. لكن دول اكبر ثلاث اصناف او اهم ثلاث اصناف بيتم تصديرهم الى العالم، وعليهم اقبال شديد جدا. طب الحمد لله مصر دلوقتي حاليا دلوقتي زرعت بالضبط تقريبا يعني 1,400,000 نخله من المجدول. ان شاء الله في جزء منهم دخل في الاستثمار حوالي 200 300 الف، ان شاء الله منتظر كمان العام القادم او اللي احنا فيه ده ان شاء الله ممكن يدخل 200,000 نخله كمان تاني، يعني كده عندنا حوالي 500,000 نخله او 500,000 نخله من المجدول هيدخلوا في مرحله الاستثمار ان شاء الله يمكن هذا العام. طب وهو النخلة من بداية زراعتها لحد ما تبدأ تدخل في الإنتاج بتستغرق وقت قد إيه؟ طبعا من بتاخد حوالي 4 سنين، بتدينا بشاير مثلا من 20 ل 25 ل 30 كيلو، وتبدأ تزداد تدريجيا لغاية لما توصل للإنتاج الكامل لها في السنة الثامنة أو التاسعة. وبالنسبة لصنف المجدول الإنتاجية بتاعتهم توصل من حوالي من 60 الى 80 كيلو جرام للنخله، بعكس البرح الانتاج بتاعه غزير، البرح مثلا من 150 ل 250 كيلو، ولكن مع فرق السعر مختلف جدا طبعا ما بين البرح والمجدول. طيب ده كويس جدا. هنا بقى يجي السؤال، يعني اذا اقبل الناس على ان هم يستثمروا اراضيهم الزراعيه في هذا النوع من النخيل والتمور تحديدا المجدول، هل في هذه الحال في جهاز ما او في طريقه ما لتسويق هذا الانتاج الزراعي، ولا هو المزارع او صاحب المزرعه بيبدا يعمل هو تعاقداته مع نفسه يعني عشان يصل الى مراحل التصدير وبالتالي يعظم من الربحيه، ومن ناحيه تانية الدوله تستفيد بهذه الصادرات؟ اكيد طبعا، هو اولا المزارع طبعا حاليا دلوقتي الانتاج بتاعنا زي ما قلت حضرتك في ازدياد، طبعا مش كل المزارعين او كل الناس هتزرع مجدول، اكيد يعني مجدول ليه مدى حراري او درجات حراره معينه يتم الزراعه فيها، لذلك هو يتم زراعه المجدول تقريبا من اول بني سويف، من جنوب بني سويف لغايه اسوان والواحات البحريه والوادي الجديد والداخله والخارجه وسيوه والبحر الاحمر. عفوا، هذه المناطق طبعا احتياجاتها من الحراره اعلى، لكن في وجه بحري ما ينفعش، فطبعا لان طبعا احتياجاته لان الحراره عاليه مش متوفره في وجه بحري، فبالتالي مش هيجود بالجوده دي. بالنسبه بقى للانتاج، طبعا احنا دلوقتي المجدول نتمنى ان هو يتم عمل جمعيات تعاونيه عشان نقدر نجمع الانتاج فيها دي كله ونقدر بالتالي نصدر، لكن حاليا دلوقتي كل مجموعه بتصدر لوحدها، لان في كمان اشتراطات ثانيه للدول اللي هي بتاخد الاستثمار بتاعتك، انك انت لازم تكون واخد عندك شهادات الجلوبال جاب، شهادات الممارسات الزراعيه الجيده، لان طبعا دول لازم تشترط، لازم تكون عندك المزرعه
فيها الممارسات الزراعيه الجيده وانك انت ليها اشتراطات خاصه حتى تقدر تاخد البلح بتاعك او التمر بتاعك. فبالتالي مش اي حد هيقدر يصدر الا اذا كانت الجوده بتاعه التمر بتاعتك كويسه، وفي نفس الوقت المجدول ليه اصلا ترتيب في حجم الثمار، يعني بنبدا من سمول وميديوم ولارج والاكسترا لارج طبعا، او الجامبو والاكسترا جامبو. فطبعا كل حاجه من الترتيب ده ليها سعر، يعني بيبدا مثلا عندنا من 4 دولار لغايه لما نوصل لغايه 10 دولار، وممكن تزيد عن كده لو البلحه بتاعتي مميزه في الوزن والحجم واللون، فطبعا بيزداد السعر بتاعها. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور عز، كل الشكر ليك دكتور عز الدين جدالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل بوزاره الزراعه. طيب